الثقه لموضوع اليوم ماتش في كل بلون ولعيبه فرص تجي كانت تبان التصرف كانت هذا التركيز من اللاعبين خلال الصفحه الاولى كان اون سول كونتر اتاك هي جات مقابله كلها شات هنا اسابات ما كنستحقوهاش بصراحه الشوط الثاني غيرنا مواقع اللاعبين غيرنا على اللاعبين هذا الهجوم بافئده مره اخرى استغلنا بالفريق طبعا حقه تراجع الى وراء كلي ورغم هذا كله اننا بقينا مامنين الحدود ديالنا الى تقاسيم فنظن ان بالنسبه لنا ضيعنا المقابله الشوط الاول حتى الشوط الثاني تفرجوا ما استغلناهمش لان هناك مراجعه اوراق من ناحيه التقنيه الفرديه وخصنا علاش باش نجمو مادام ان جاونا عده فرص انفراديه وما جبناش دونك ليان بروبليم يمكن نفسي يمكن تقني يمكن خصنا نسمعو ان شاء الله في المقابلات القادمه ان شاء الله دابا وزمين فمن الشيء اللي عاد تسعد دابا غاب عن المقابله الاخيره بسبب التمزق العضلي والركبه عنده ان بروبليم او نيفو مسكولير او دي لارتيكولاسيون هذا كثرنا عليه سنفتقده الى اخر السنه فبالاستشاره مع الطبيب دابا كنعطيه 30 خصوص باش يبقى في روح التنفسيه في انتظار ان الجي ديالو تكون في قمه العطاء انه لاعب شاب صغير يمكن يخش بشكل مشكل البدني المسؤوليه فاحنا حنا مسؤولين عليه فاش هو اللاعب مصاب ولا رجع من الاصابه ما دربش تقريبا غير الاسبوع كله اربع ايام ما دربش دونك اليوم حتى عطينا هذيك تقريبا الشوط الثاني باش يلا كيرجع العافيه ليا ان شاء الله ولكن في المستقبل ملي غنشوفوا الاستشاره مع الطبيب 100% فهو بالطبع بالنسبه لي انا من احسن اللاعبين ديال البطوله الاوروبيه. الارضيه ما يمكنش لعب غيدوش رابيد حنا عندنا لوفونتاج اللي عندنا هو انيماسيون اوفونسيف رابيد دونك اشاك فوا كنشدو الباكس دير ان كونترول وهذا تعطي فرصه للفريق خاصه انك يرجع الكره راحه الدفاع ديالو زياده على طبعا فتح عنده هذا اختيار ديالو لعبوا يعني نص الملعب ديالو دونك تصغروا المسافات لعبوا الوراء تيفوتوا على مع هذا الهدف اعتبروا باش يبقاو محافظين هذا بحقهم لانهم لازموا مقابله في اخر دقائق الاخيره ولكن احسن ما ساعدش بجوج حنا ما قدرناش نلعبوا الكره ديالنا اي عندنا مشاكل تقنيه فرديه مع اللاعب وهذا اللي شويه الدراري كان كنت بروزيو بزاف كيعطوا الكره في المربع العملي باش يستغل الكره 100% لو كان لعب جيد لكنا في اول لمسه نقدروا نمشيو للسكا نقدروا نقطفوا لكن دائما عندنا غوطه وهذا مشكل اللي كيعانينا منه كثير كان ارضيه الملعب سي اول بعد دخول الشوط الاول اول عتاب كان هذا المشكل لانه ما يمكنش فريق ما جاتو فرصه في المقابله كلها جاتو فرصه حتى استغلناها علاش؟ لان حنا تالمو فكرنا ان المقابله غادي نسجلوا ولا كلشي طامع حتى واحد ما بقى محافظ على التركيز على الوسائل الدفاعي لان طاب الكره ميته مشى اللاعب من وسط الميدان دار كره اون غوتغي فين فين هو الاكس دونك سي ان مشكل اللي طبعا هذا في اللاعب اللاعب خص بلا ما تتبعو تتابعو تنصحو هادو هي دروس كياخدوها نتمنى المقابله القادمه ان شاء الله ما يديروش نفس الاخطاء اليوم درنا خطا واحد في كره واحده ضيعنا اللقاء فلهذا خصنا نشتغلوا مازال حنا في بدايه الموسم الحمد لله ان حنا تقريبا مصدرين الدوري على نقطه واحده على نقطتين على الخصم مازالنا مقاوله ناقصه نقدروا نتفرجوا ان شاء الله في ديالنا ابتداء من الاسبوع القادم ان شاء الله. السي طارق كيف تشوف المقابله طبعا الفريق خريج نهز في اخر مقابله حصه ثقيله كنظن غيجي بالقوه ديالو باش يفاجئنا حنا ان شاء الله ندخلوا وهذا تراكم مقابلات اربع احد احد اربع احد مع الصفر كل مقابلات اللي عندنا دابا خارج الميدان حتى شويه ديال التعب غنحاول ان شاء الله نطلع في اللاعبين اليوم غدا والجمعه والسبت ان شاء الله باش نكون في كامل العطاء البدني باش على الاقل نفوز بهذا ان شاء الله اللي غيكون سعيد نكون سعيد.